هلو جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. انا و اخوي سين، قصدي اني انا اصير اختي فهو اخوي شوية اللي اصلت، بس عادي. طبعا راح نلعب روبلوكس. طبعا راح نلعب جراني روبلوكس شابتر 2. طبعا ما ادري ايش بديت من 3 وننزل شوي لي جوا، يعني صارت 3 تنازليا تنازليا بالرياضيات، بس اللي دارسين بالاوراق يعرفون بالابتدائيه تصاعديا وتنازليا. طبعا عفوكم من هاي السرابيت كلها، راح ندخل انا واخوي ويلا نبدي. عن كالعاده طبينا بنص جيم. طبعا انا قاعده العب بحساب اخوي بالتلفون وهو طاب بالبلاي ستيشن. طبعا اخوي راح غير حسابه. طبعا المهم خلي اقول لكم شغله، ترى انا ما قاعد اصور لا بتلفوني ولا حسابي ولا بطخ، انا قاعد اصور شو اسمه، قاعد اصور أخوها. بتلفون اخوي. او ماي جاد، الجزء الثاني ناسيته. هاي شو اسمه، ها هاي ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال هسوي له فراريه. يلا هذا ذكي، ليش مو غبي؟ ها انت ليش مو غبي؟ طبعا اعذروني اذا ما صور هوايه مقاطع، لان اصلا تلفوني وماكو تلفوني عطلان. تذكرت هاي هنا. طبعا ما شاء الله اللعبه واقعيه ما شاء الله، يعني ما شاء الله استغفر الله. بس شنو هاي؟ شنو ماكو؟ اوكي الحمد لله لقيت شغله جدا جدا مهمه. ليش؟ لان هسه راح نبلعهم، راح اقتلهم الله يرحمهم. باختصار فاتحيني، راح نطابوني بنص جيم. طبعا قل ستون، صوت كفخ، الناس قاعد تنكفخ. وهذا نحتاجه، فيري فيري نحتاجه. لا هلا ولا مرحبا، ما تشرفنا بيك وما نريد نشوفك. طبعا ايش رايكم بالمقطع الاخير اللي نزلته انا واخوي؟ سولفوا فتشي، ما عندنا شيء احنا. انا اخوي بعد ما طب شوي وهسه راح يطب، يعني هسه شوي راح نلعب سوا، يعني انا وانتم. ما عندي حكي. لا هلا ولا مرحبا، ما تشرفنا بيك عمو. عمو عمو اعصابك. بسم الله، هذا شو بصعدني فوق؟ استوش عبرتي طلق، ما اقدر اخذ. عمو جالي بابا، تعال اقتل هذا عمو، لا تقتلني انا والله ما عندي شيء. اوكي قتلت. طبعا اللعبة معلقة هواي مو شوية، انا متج يعني لا تستغربون، يعني قاعد تشوفون يعني هواي اشياء معلقة. ابو حفوظة قلبت يا ابو حفوظة. ابو حفوظة يمكن قتله، يمكن الله يرحمك ابو حفوظة، كنت خوش واحد. مو خوش واحد، خوش واحد بس قراني وجد مو خوش. طبعا هذولي حالة خاصة، نال بنزين. اوكي 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 اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. شو لابس هذا؟ لك روح كش، ما اعرف يطيح قبل هذا شو واقف عايش. يا ربي روح يو. ايه احنا ما عندنا وقت، وهذا ماكو شيء. شنو هاي؟ لا اكو شيء. وين بسم الله بالي هذاك، وقف اكو شيء. يب سيفكي. اوكي طبعا اليوم راح اقضي كله اوكي، كل شيء تسمعونه اوكي. او ماي جاد هذا اخويا، هاي عبالك ما شفتك. وين شفتي؟ هذا هو، شوفوه شوفوه، شفتوه هذا. قراني قراني
ترى هنا أنا قراني تقدر تصعد بمرة صعدت فوق، بس يعني بالقوة يعني مو هي مباحتها، مرة صار قلت ما أدري شنو صعدت. أقولك تعال خذ قراني. كيف؟ أريد أفتحها بس وين الدار؟ وهاي مستلمتني. بعض الناس مستلميني. يا أخي راح أقدر أهرب كل شيء عندي من الباب، بس شو أسوي؟ أعوذ بالله إيش جابها؟ سمعت صوتي؟ لا الوقت 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 الله يخليك. جراني. لا لا تكتليني. جراني. روحي. خلصت الوقت. طبعا راح نرجع لكم بالجيم الثاني. أوكي. ترى هو الوقت 20 دقيقة. لا 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 عمو ايش جابك لهنا؟ عمو عمو ارجع فوق. والله ما توقعت ترجع لي ركاض. يمه بوتكي الباب ايش فتحه؟ انا ما فتحت الباب. زادوني باب مقفول. الحمد لله ما جابي. مو قبلها بشويه قبل قبل كلش. كانت باراه. لما تتكي كان الكروبر على بس يجوني قبل اربطهم براسهم. صح صدقناك. طبعا نفتح هذا. شاش كل شيء ماكو. الو اكو شغله قاعد تلمع. سبارك بلوك. انا ما بطارب. تعرف ترى اعرف. طبعا نزلنا جوا ندور ايش عندنا. هذا السكان نحطه. طبعا ادري بكم اللعبه ترى كل شوي معلقه، يعني شوي لا تستغربون من الاشياء اللي قاعد تشوفونها. جيب سبارك مو شوي معلقه هواي. نحط هاي. بعد ما يفتر نفس المكان. اوه لقيت شغله كلش مهمه. اريد احط نهاية عمو. وين العمو؟ على جدو وعلى خالو. على جدو وعلى خالو. يما لا لا بدي ايه كنت عندي لدبس زي ترفع تحت هاي. تعال تعال تسرقها وتعال كمان كمان ولك تعال اتول. طبعا هسه احنا باليوم الثاني. تعال يا ابن الحنان تعال. شبعك شبعك كره مو دلال لرجلها. اوكي الحمد لله لقيت السلاح. صراحة تدرون الساعة ما تروينه. تعال تعال. صدق ام انتقام. ام انتقام حدي السلاح ومتت وراح. الله سويت عن الشعر. عوذو بالله. لا تقول لي طب الشباك. جراند با مات. اي انا تسلسل لين طبع بوجهي. عوذو بالله. لين عوذودو. عوذودو. انا ما ادري شنو قصتي ويا البعوعو. اقلك. تربقنا بس الباد لوك. نهربوا من القارب. صدق. ولا. ابوك عبد الله. خشمك بقلة. دعت الله. لا الأخيرة ما يصير تقولها ما يصير تحلف لي. لهذا الباتلوك راح نهرب. يلا يلا بينا. يلا. بس قبل لا نهرب أريد أودعهم كم طلقة. يلا 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 يلا. راح نهرب راح نهرب جايز جايز. كيف بس راح تهربين أنا أريد أذبحهم. إيش المقطع راح يصير كذي شو يصير. جايز. سألتي. خلاص ماتت شلون وكتسلتني. شنو؟ شنو؟ يقول لازم البوت كي. ها لا هاي خلف نسيت ترى من الحماس. قلتش البوت كي وين لاقيته؟ ايش مدري كان ايش راح اهرب. طبعا خلص وانا أنا. ما راح اهرب بس اتي. لا شوفه فوق فوق مو هنا. هربت من هاي اللعبة العاوية اللي يعني ما تخوف، يعني حتى الجهال ترى ما يخافون من عندها. طبعا اخوي هرب مو بس انا. وبس طبعا في نهاية المقطع لا تنسوا اللايك واشتراك. وطبعا ترقبونا ان شاء الله بمقاطع هواية، لان هسه انا حاليا فارغة وما عندي اشياء خصوصا هاي الايام. وحاولوا انكم شو اسمه تتجاهلون شوي اذا اكو اصوات، ويعني تركزون على صوتي انا. وبس انت احكي. مع السلامة. لا تنسوا اللايك والاشتراك. باي.